أنا أعرف أخواك من قبل أن تولدي جلوريا، لطالما كانت صديقتي. اسمعي ألتاغراسيا، بيني وبين أمي لا توجد أسرار. لطالما كنا معا وعشنا حياة صريحة وواضحة، لهذا لا أفهم لما لم تكلمني عنك مطلقا. لأني طلبت ذلك. ولما فعلتي؟ إيزابيل صاحبة لسان طويل وقد مللت منها. تعالي، يجب أن نجد إيزابيل ونسألها، إنها الوحيدة التي تتكلم بالصدق. هيا. مرحبا سيدة خواكا. هل ستخرجين هكذا عارية تقريبا؟ هذا لا يعجبني ميكايلا. ولكنني لا أرى في الأمر ما يعيب، فحرارة الجو تجعلنا نتمنى الخروج عورات. ألو؟ ألو ريني؟ اسمع، اذهب إلى المقبرة الآن وانتظرني هناك. نعم، بسرعة. أوكي، تشاو. اسمعيني يا فتاة، ماذا أقول لجلوريا إن عادت؟ أخبريها بأننا ذهبنا لنرى ماركوس. تشاو. لست مرتاحا لما يجري. إيزابيل تلك أثارت غضبي. يبدو أن الأمور ليست في صالحنا ولا يمكنني أن أتكلم. تعلمين أن هناك أمورا أتمنى أن لا يعرفها أحد. أملك أسبابا جعلتني أطلب من أخواك ألا تخبرك عني. فعندما كنت في السجن لم أكن أشعر بالافتخار بنفسي مطلقا، وقد تفهمتني لأن أخواك كأخت بالنسبة إلي. لكن فلنتكلم عنك، أخبريني عن حياتك. عرضوا علي تصوير أعلانا عن الكروم، ويبدو لي المكوث في هذه القرية رائعا رغم حرارة الجو الشديدة. ثم أنا. أنت ماذا؟ في الحقيقة أظن أن تلك الثم هي ما يهمك. أجل، إنها أكثر ما يهمني. اسمعي، سوف أقول لك الآن كل شيء من دون أي مقدمات. لا أعلم ماذا ستظنين أو كيف ستتقبلين الأمر. أريد أن أصور وثائقيا عنك. أخبرتني أخواك عن الموضوع. وفيما تفكرين؟ ماذا قررت؟ ألتاغراسيا، هل تغضبين إن صورت وثائقيا عنك عن حياتك وعن حقيقة ما حدث؟ ما بك؟ من المؤكد أنك أضعت مفاتيح المنزل مجددا. المعذرة، هناك سيدة في الخارج واسمها مارينا باتيستا. تقول إنها من آل ديلتورو، ولكنني لم أصدق. أجل، إنها أخت ألتاغراسيا، يمكنك الانسحاب، أنا أستقبلها. المعذرة. تفضلي مارينا، أهلا بك، أنت في منزلك. شكرا تشيشيد. كيف حالك؟ أنت فاتحة. الحمد لله أنك في منزلك. لكن بصراحة عزيزتي، أحمد الله أكثر على أنه رزقك بهذا الشاب الوسيم. دعيني أخبرك بأنه يشبهك، لأنه طموح وذكي، وأظنه لم يأخذ شيئا من أبيه. لقد فكرت مليا ولم أجد سببا لزيارتك لنا، ولكنها تعجبني بالتأكيد. تعجبني لأن هذا يعني أنك لم تهتمي كثيرا لأمر تلك الحماقات التي قالها أبي عنك. إنها حماقات لودوبيكو المشهورة. أرجوك، أنا لا أتوقف عند أمور صغيرة تافهة. سأوضح لك أمرا أليريو، يمكن لأبيك ألا يهين أحدا إذا تواضع. تشيتا، في الواقع أتيت إلى هنا لأن اليوم هو أول يوم لي في مستودعات ديلتورو، وفي الحقيقة أنا متوترة للغاية، متوترة إلى درجتي أني أريد أن أكون برفقة صديقتي العزيزة تشيتا. حبيبتي، لو كنت أعلم بقدومك لطلبت أن يمد لك سجادة حمراء من منزلك إلى المكتب
أي فكرة جيدة. أعلم أنك ستغيرين هذه المؤسسة. اسمعي، لنذهب. هيا بنا. تعالي أليريو بني، هل ستأتي معنا؟ لا ماما شكرا، لأنني سأمر بالمصرف قبل ذهابي إلى المكتب. اذهبا أنتما. أوكي. اذهبا. تشاو حبيبي، أراك لاحقا. هذا مؤسف فعلا أيها الوسيم. مارينا، إلى اللقاء. أما قريب. أنا آتية. إن كانت مارينا باتيستا وحدها فهي خطيرة، مع أمي تصبح كارثة كبيرة. ألهذا لا يوافق أبي على عملها معنا؟ لا أريد أن تصور الوثائقي، لا أريد دعاية أخرى لحياتي. ولكن لماذا ألتجراسيا؟ لا تفعلي هذا بأرجوك. أحتاج إلى تقديم الأطروحة وأعدك الآن، وأقسم لك أن الوثائقية لن يسبب لك أذى. فهمت. أيعقل أنك أنت فعلا مجرمة؟ تفضل. شكرا. سيدة برينيسة، أتى السيد وين بنتورا. اذهبي أنت الآن وأنا سأرتبها، لا عليك، اذهبي الاستقبال. لا بأس. كيف حالك؟ كيف أصبحت اليوم؟ وكيف سأصبح؟ ينتابني حزن شديد. تعالي وانظري. أتعلمين ماذا أحضرت لك معي؟ إنها عناقيد، لأن قطاف الموسم كذا يبدأ، ومن أفضل منك ليتذوق الثمار المنتجة في أرضك. هيا طبعا تذوقيه. كم أحب أن أتذوقها. وأنا سأكل حبة عنب. إنها لي وهي لذيذة. كل هؤلاء الأشرار يريدون حرماننا منها، ولكننا لن نسمح لهم. أتعلمين لما أتيت؟ لكي أعتذر منك ومن ألتا غراسيا. أنا أشعر بخجل شديد، لأن ابنتي لورا بالأمس في الكنيسة قالت أشياء جعلتني أشعر بالإحراج الشديد. سامحيني. ولكن هي من يجب أن تقدم الاعتذار إلينا. حبا بالله، بريء مثلك يطلب الغفران؟ ولكنك لن تكمل مهمتك، لأن ألتا غراسيا خرجت باكرا لتتكلم مع حفيدتي. أهي مع جلوريا؟ الحمد لله أن جلوريا عادت. إن هذه الفتاة جميلة جدا، وهي تشبهني. أيعقل أنك مذنبة ولهذا لا تريدين أن أصور عنك؟ كنت واضحة معك، لا أريد أن تفعلي. ألتا غراسيا، كل ما فعلته هو الالتزام بالصمت، وهذا خطأ جسيم. وقد رأيت رد فعل الناس يوم أمس في الكنيسة. أدانوك منذ سنوات وما زالوا يفعلون حتى الآن. لا أهتم بما يفكرون أبدا. لكن هذا الوثائقي سيثبت أنهم اتهموك زورا، ويمكنني إثبات الحقيقة للكل. ستستعيدين كرامتك. ألا تفهمين أني لا أريد وثائقيا؟ لا أعتبر نفسي مخطئة ألتا غراسيا، اعذريني أرجوك، ولكن التزامك الصمت ضرك. وفي النهاية إن لم يكن عنك أنت فليكن عن الكاهن. أنت ترتكبين بتصوير الوثائقي خطأ قد يسبب لك الأذى، مفهوم؟ حسنا، أنا آسفة ألتا غراسيا، لكني تورطت في الأمر كثيرا. سوف أثبت أنك بريئة، وإن كان علي أن أصطدم بأحد فليكن. سوف ترين أنني سأستعيد لك براءتك. لم أشأ الذهاب قبل أن أسألك برينيسة. أها، عن ماذا؟ لأن ابنتي بألف خير. ألتا غراسيا، إذا كانت تفكر في إخراج المال المدفون في كوخ الخشب فهذا الأمر فيه خطورة. اسمع، إن زوجي خوان فيسنتي
لا يريد أن تتكلم عن هذا الموضوع، وقد منعك أمامي، لذا لن نناقش هذا الأمر مطلقا. مفهوم؟ هناك الكثير من الناس ينتظرون أن تفصح عن مكان المال، وينتظرون أن تقدم على الخطوة الأولى لكي يباغتوها. بسبب هذا المال قتل ابني ومات زوجي لأنه أخفى ذاك المال، ولاحقا ابنتي دخلت السجن بسببه. أنا لا أريد أن أعلم المزيد عن هذا المال، ولو عاد الأمر إلي لبقي مدفونا. هذا ما أتمناه أيضا، أن تتركه ألتا غراسيا مدفونا. ما كان على أخوان فيسنتي أن يأتي به إلى هنا. لقد دفنوا لأنهم كانوا سيسرقونه تلك الليلة، لكن بينما كان يدفنه مات الكاهن، والبقية معروفة للجميع. أنا أعتذر، لن أكلمك في الأمر ثانية، أنا أعيدك. تعالي مارينا ادخلي. تشيتا. ماذا؟ أفضل ألا أدخل معك الآن. لماذا؟ حسنا، ما يجري هو أنني أريد أن أفعل شيئا هنا وحدي لو سمحتي. نعم هذا مؤكد، لكن ما بك؟ لماذا؟ في الواقع أريد الصلاة، قراءة دعاء. إنه دعاء صغير أرفعه دائما قبل أن أبدأ بعمل مهم جدا، لكي أشعر بالقوة. أرجو المعذرة. أجل. شكرا. افهمي ان تصوير الوثائقي هو كالدخول الى وكر ثعابين، وهو يمثل خطرا كبيرا على حياتك وعلى حياتي، لذا انسي هذا الموضوع. تأخر الوقت ولدي بعض الاعمال، لدي عشاء واريد منك واخواك مرافقتي. انت تغيرين الموضوع لتجعليني انسى ما اريده، لن تنجحي بذلك. لا، ان موضوع العشاء حقيقي، انها دعوة من سالومون بايسمان. ماذا؟ من سالومون؟ لا 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 لا، لا يمكنني حتى أن أدوس أرض منزل هذا الرجل، لا يمكن. وأنا أحب أن تكوني معي هناك. اسمعي ألتا غراسيا، أنت تغيرين الموضوع ونحن لم نصل بعد إلى أي اتفاق. أرجوك ساعديني ألتا غراسيا. هذا النقاش بيننا يشبه حوار الطرش، افهميني، لا داعي إلى هذا النقاش. وافهمي أن ما أريده هو مساعدتك بهذا الوثائق. سوف نقوم بتلميع اسمك وسنطبق العدالة أخيرا. قلت لك إنه لا يمكن أن تفعلي. لما أتيت اليوم باكرا سالومون؟ هل سقطت من السرير؟ لا إرنستو، انظر كيف أصبحت أحوال الشركة، لذا علي أن أعمل بقوة أكبر. سالومون، الحالة طارئة، أزمة، نحن على شفير السقوط في الهاوية. نعم لقد بدأ إرنستو. ما بك لودوبيكو؟ ماذا حدث هذا الصباح لكي تثير هذه الفضيحة؟ لم أنم مطلقا طوال الليلة الماضية، لم يغمض لي جفن وأنا أفكر في المستقبل. Futuro de nuestra empresa. Voilà, pues. Echa para fuera porque no te entiendo nada. ¿Qué es lo que quieres decir? Sí, sí, habla, habla. Es inaceptable que dejemos entrar a la negra esa en nuestra empresa. En eso yo soy irreductible. Marina Batista es peor que la filoxera. Es capaz de acabar con todo el viñedo. Ya, ya va. Espera un momento. Salomón, ¿qué es lo...? حاول لودوبيكو أن يقوله الآن. لا أعلم ما الموضوع. لقد خطر لزوجة تشيشيتا لا أكثر ولا أقل من توظيف تلك السوداء في المؤسسة. أتعلم بأي مركز كمساعدة لك؟ ما رأيك؟ مارينا باتيستا سوف تصبح مساعدة الشخصية؟ ولكن هل أصبت بالجنون لودوبيكو؟ لن تقنعيني تحت أي ذريعة. هذا المشروع هو لعبة مجنونة وقد يقتلك جلوريا. حسنا فليقتلني فأنا لا أخاف. اسمعي ألتا غراسيا، علينا أن نثبت للعالم بأجمعها أنك لست مجرمة.
انسي الموضوع. لو أمكانني لساعدتك، لكن المسألة لم تنتهي بعد. إن موت الكاهن سيباستيان هو نقطة البداية فقط. حسناً ألتاغراسيا، لما لا تخبرينني؟ لا أحد يسمعنا الآن. ما هو الشيء الذي تخفينه؟ أنت ستخبرينني وأنا أرى عندئذ. إن كان الأمر خطيراً فلن أصور هذا الفيلم. قلت لا أريد، لأنه يؤلمني التكلم بهذا الأمر. أقفل النقاش، أهذا ممكن؟ كيف حالك يا حبي؟ كيف أصبحت؟ في الواقع أتمنى من كل قلبي أن تكوني بألف خير. كيف أمضيت الليل؟ هل نمت؟ دعيني أخبرك بأن الليلة كانت رهيبة، لأن وجهك يحب التعب وعينيك تكادان تخرجان من رأسك. ريكاردا لا تسمعني. مرحبا مرحبا. أتت من كانت تنقصنا التي تقول إنها لا تحب الثرثرة. ريكاردا لا تكوني عدائية، من المنطقي أن أسأل كيف هي لورا، خصوصا بعد ما حدث بالأمس. لورا، في الحقيقة أنا آسفة كثيرا لما جرى. شكرا تشيشيتا، دائما أتذكر كم كنت سعيدة عندما ذهبت لتحديد تاريخ زواجي. كم أنا غبية. كفى كفى، اهدئي. لما ظهرت تلك المرأة في حياتي؟ فليفسر لي أحد لما يحدث كل ذلك. اهدئي حبيبتي ولا تحزني أرجوك ولا تبالغي، لأن ما حدث هو مجرد حادث. وأنا سوف أعطيك الآن نصيحة لوريتا، لا تنتظر الكثير من إرنستو، فهذا الرجل هو مثل طرزان. أجل، إنه مثل طرزان، جسم كبير مع دماغ قرد صغير. يا حبي عفوا بالإذن، اسمعي، لا أعلم لورا، ولكن بعد ما حدث بالأمس مع ألتاغراسيا في الكنيسة لا تذهبي إلى العشاء. لأنكما تكرهان بعضكما. تشيتشيتا محق عزيزتي لورا، أظن أنه من غير المناسب أبدا أن تلتقي أنت وإرنستو من جديد، وأكثر يمكن أن تسوء الأمور بينك وبينه. أجل، هذا صحيح، أنا متفقة مع إنما، لأنها فعلا على حق. أنتما معا تصبحان كالقنبلة الموقوتة بكل صراحة. وبالنسبة إلى العشاء، لدي أمر مهم أقوم به. من فضلك ريكاردا تعالي معي لأعطيك بعض الإرشادات. هيا تعالي. أجل، هيا بسرعة أرجوك. أكاد أختنق. والآن هل هدأت؟ سأحاول التحلي بالصبر. كفى، بهدوء. وكيف نغير الموضوع؟ كنت تخبرينني يوم أمس عن شيء، وهو أنك وظفت مساعدة لأرنستو ولم تخبريني بالمزيد. أجل لورا، كوني مطمئنة الآن، هناك أمر أكثر أهمية. أوكي، أرجوك اسمعيني جيدا لورا. ثقي بأصدقائك. أوكي. أجل، هناك 10 كألتاغراسيا، لا يهم إن كان هناك 10 كألتاغراسيا، هناك 1000 صعوبة. المهم أن الحب الذي بينك وبين إرنستو لن ينتهي، سوف تتزوجان قريبا. أوكي. هل سمعت سالومون؟ مستحيل أن نسمح لها بأن تبقى هنا وتعمل في المؤسسة، مستحيل. شيء آخر لودوبيكو. ماذا؟ شيء آخر؟ أيبدو هذا لك قليلا. كل ما بقي هو أن تأتي ألتاغراسيا وتبعدك عن الكرسي وتجلس. باختصار، الأختان ديل تورو مالكتان لكامل مؤسسة ديل تورو. ما بك اليوم لودوبيكو؟ لا، اتركني، دعني، دعك من قلة التهذيب إرنستو. ليس لأنك أكبر حجما وأكثر قوة تعاملني هكذا. سالومون، يجب ألا نسمح لمارينا بأن تعمل هنا في المؤسسة. اسمع، إذا علمت لورا بهذا الموضوع فستسبب لي المشاكل. إرنستو فسر لي، لأنني لا أفهم شيئا. لما لا يمكنها أن تعمل هنا في المؤسسة؟ كن صريحا، ماذا يوجد بينكما؟ إرنستو، قل لي بأي حق تأخذ أجمل سنين حياة امرأة تعيش لك وحدك ثم ترميها في نفايات كأنها لا شيء، خصوصا الآن بعدما أصبحتما جاهزين للزواج. ريكاردا، أنا مقتنعة تماما بأن كريستينا دوميني مجرد مخادعة. إنميتا، يجب أن تعذريني يا حلوتي، ولكنني لا أرى ما يستدعي الخوف منها. عندما أخبرت سالومون قال لي إنه يعرف السيدة التي تدعى خواكا، وإنها تكون أم الآنسة كريستينا، كريستينا دوميني بنفسها. لهذا السبب
ألا تلاحظين أنها تخدعنا؟ لا لا يا حلوتي، أنا أفكر في الأمر ولكن بلا نتيجة، ثم إنني أقلب الموضوع على جوانبه واستنتاجي أن أخواك لديها غلوريا وكريستينا هما الفتاة نفسها. حقا؟ وسأستمتع أنا بفتح هذا الخبر اليوم، وسالومون سيكون أول من يعلم، ولنرى ماذا سيفعل عندما يعلم بأمرها. أجل، كورديليا صفعتني من جديد. بانشو، لما فعلت هذا؟ هذا ما يحيرني. لوريتا، لقد شفي هذا الرجل من مرض خوف العروسين من عبور الممر في وسط الكنيسة. يا إلهي، سوف أنسحب من هنا، هذا ما أكرهه. لورا، إن أرنستو يخاف، وفي الحقيقة الزواج ليس مجرد لعبة، والعرائس حساسات مثل أوراق الأزهار، وعلينا مراعاة مشاعرهن. هكذا إذن؟ أنا لم أطلب منك المساعدة يا رجل. إنه محق تشيشيتا، دعيه يتكلم. هيا هيا تكلم بسرعة. هيا تكلم. هيا أسرع وصارحة، لأنه بقي القليل حسن من الوقت. هذان الاثنان لا علاقة لهما بموضوعنا، ثم إنهما أحضران إلى هنا كالطفل. حسناً، في الحقيقة لقد أتيت إلى هنا لأطلب منك المعذرة، هل تسامحينني؟ أجل طبعاً. حسناً، وأعدك بأنني لن أهددك من جديد، أولاً لأنه يجب ألا تحدث أمور كهذه بيننا، ثم إنك لا تستحقين، لكن أيضا أريد أن أطلب شيئا. ما هو؟ أرجوك غير طباعك من أجلي. إما أرجوك يا حبي كوني حذرة، وإلا ستورطين نفسك في مشاكل كثيرة، لذلك أنصحك بعدم التسرع. دعيني وسألي، فأنا لم أعد أحتمل هذا الوضع. أريد أن يعلم سالومون بأسرع ما يمكن بأن تلك الفتاة هي مجرد مخادعة. وانتهينا. أتظنين أن الأمر سهل يا حبي؟ كوني واعية ولا تنخدعي، إذا أخبرته الأمر بصراحة فسيصمم على معرفة المزيد والمزيد عن الفتاة. هل أنت مجنونة ريكاردا؟ لا أنت لست مجنونة، بل أنا خبير، لأنني إن كنت أعرف شيئا في هذه الحياة فهو عن الرجال. أنا أخبر امرأة بالرجال يا حلوة، وحتى إنني أعرف تماما كيف يفكر كل الرجال. ريكاردا، أتظنين أنه قد يعجب بفتاة كهذه؟ هيا ارفع يدك وعد بألا تعود وتقول لي ثانية الكلام الذي قلته في الكنيسة. أعدك بذلك حبيبتي، سامحيني لأني كنت قاسيا معك. برميسو. بيميدوم. سيد أرنستو، هل سأعمل معك هنا أم مع مساعدتك؟ عفوا، مساعدة. أجل، أظن أنه موظف مساعدة لي، لكن ومن هي؟ هل أعرفها؟ حسنا، الحقيقة مرحبا. يا إلهي، ما الذي أراه؟ الثنائي الجميل هنا. لورا، أردت أن أعرض عليك خدماتي، أنا تحت تصرفك في أي شيء تحتاجين إليه لأقدم لك المساعدة. اليوم رأيت إليريو يستعلم عن كريستينا الدوميني، حتى إنه سلم تقريرا لسالومون عنها، وقد رأيته بأم عيني. وماذا لو أخفى إليريو معلومة وأظهر ما يناسبه فقط؟ تكون هذه خيانة كبرى. لا ما لا، لا تبالغي يا حلوتي، اسمع. لا أظن ذلك، لأن سالومون رغم ما يتمتع به من وسامة وإثارة ليس مخادعا مطلقا. هذا غريب، لأنك تعلمين أن الرجال عامة يتضامنون دوما. في الواقع هذا صحيح، صحيح، فحيث توجد مؤامرة هناك أخطاء، لذا يجب أن أتحرك إما، أو بالأحرى فلنقل سوف أتحرك وأنت لا تفعل شيئا. أجل، ماذا تعني؟ إن
أن صديقتك التي تجلس أمامك يا حلوتي، أي أنا، سوف تتحقق من ملف كريستينا دومينيك كاملا. لما أراك مندهشة؟ لقد فاجأتك. تفعلين هذا لأجل ريكاردا؟ يا حلوتي لا تقولي هذا، طبعا أفعل هذا من أجلك. اسمع يا حبي، بيني وبينك سوف نتحقق من ملف كريستينا دوميني، وسوف نغرقها، سنكشف لعبة هذه المخادعة المتذكية اليوم بالذات. اليوم بالذات سوف تقع أنما اليوم. لست مجبرة مارينا على إزعاج نفسك، فكل الأمور تسير أفضل مما نشتهي بكثير. أظن أنه من الممتع العمل هكذا بين القبولات والمعانقة والحب. هذا ما أسميه مكان عمل ممتازا، وفي الحقيقة أتمنى ألا يزعجكما أحد. حسنا، بالنسبة إلى العمل لدي الكثير منه. لورا، أنا حقا أقسم إنني أكاد أموت من الغيرة، لكنها غيرة سليمة. أنا مستعدة أن أفعل أي شيء في سبيل أن أعيش كما تعيشان أنتما الآن، حتى إنني قد أرتكب جريمة في سبيل حياة كهذه. مرحبا. أهلا وسهلا بكما. ما سبب الزيارة؟ بما أساعدكما؟ لا شيء، إنه فضول هذه الحمقاء الذي يؤدي إلى إضاعة الوقت. دعك من الثرثرة لأنها خطيئة، لقد جئنا لكي نرى كيف أصبح مكتبك ماركوس. أهلا بكما. لقد رأيناه وسوف نغادر، فنحن مستعجلتان، إن لم نذهب الآن فلن نجد السيدة إيزابيل. ستقابلان السيدة إيزابيل؟ لماذا؟ سوف تذهب تلك المجنونة إلى المقبرة وسنلتقي بها هناك، ونسألها من أعطاها النقود الفضية. ميكايلا أرجوك، إنها المرأة المجرمة شخصيا، الأمر واضح. هل سمعت بيتو؟ كان استنتاجي سليما. حسنا، أنا لا أحب إزعاج أحد، من الأفضل أن أذهب إلى المقبرة لأن ريني ينتظرني هناك الآن. حسنا، تشاو. باي. ألتا غراسيا ابنتي، من الجيد أنك عدت حبيبتي، تعالي اجلسي. إن هذا اليوم مهم جدا في حياتنا نحن الاثنتين، لأنك أخيرا تكلمت مع حفيدتي. هيا، ماذا حصل؟ أخبريني بسرعة. بيرينيسي، الفتاة شخصيتها قوية. إنها ألتا غراسيا، هل تكلمت مع جلوريا؟ ماذا قلت لها؟ هل أخبرتها شيئا؟ عليك أن تقول لي على الأقل 100,000 مرة إنك تحبني وإنك تعشقني وإنك لن تتركني أبدا أبدا أبدا، لن تتركني. أليس من الأفضل أن تكرري 100,000 مرة أنك ستتغيرين؟ وأنك ستنفذين طلبي ولن تتشاجري مع ألتا غراسيا أبدا؟ إرنستو، لقد حولت كل حياتي إلى كابوس. لقد أحبت أن تنافسني، تصور. نعم، أتصدق؟ تريد الآن أن تسرق محبة أبي، وأنا طبعا لن أبقى هكذا أراقب الموقف. هل هذه أفضل أم هذا؟ شو، كيف حالك غابرييل؟ أوي، كيف حالك؟ أنا 14. todo bien, todo en calma allá afuera. Sí, sí, todo bien. Ernesto, estás huyendo por la derecha, pero en el fondo tú sabes que yo tengo razón. Ven acá. Acércate. Te voy a decir algo importante y quiero que me escuches bien. Te amo. أخواك تعرفين جيدا أني ألتزم بوعودي كاملة، لهذا اطمئني ولا تتوتري، لأنه لم يحدث شيء. ولكن كيف أهدأ إن كنا نتكلم عن جلوريا؟ أتظنين أنها لا تعنين أيضا؟ هذه الفتاة لنا كما هي لك. يا إلهي، أصبحت ثقيلة الظل أخواك، احذري يا امرأة. اهدئي، لم يحدث شيء. كنت على وشك أن أخبرها بالحقيقة لكني لم أفعل.
لا أعرف كيف أعبر عن شكري. تعلمين أن هذا لمصلحتها في الوقت الحالي. حدث لها الكثير من الأشياء منذ أن وصلت إلى كارورا، ولا أريد لها المزيد من العذاب. وما الذي يحدث لجلوريا ولا أدري به؟ لم أسأ إخبار أحد لأن الأمر غريب بعض الشيء، ولكن يبدو لي أن لديك الحق في معرفته. كريستينا. سلمون، ما الذي تفعله في هذه النواحي؟ لم أكن أعلم أنه لكي أتمتع برؤية جلالتك يجب أن أحدد موعدا مسبقا. انظري انظري، التصق الهاتف بيدي وأنا أنتظر اتصالا واحدا منك. كم أنت مسكين، لا تقل إنك غاضب مني سلمون، لا تقل. أنت غاضب؟ حسنا قليلا فقط، ولكن يمكن معالجتي وأكثر. كيف تظنين أنني أغضب من هاتين العينين ومن هذا الفم؟ اسمع، أنا كنت أريد، جيد أنني رأيتك لأنني كنت أريد أن أشكرك من أجل الوردة. الوردة جميلة، ولكن لا أحد يقدم إلي هذه الحمقات. هذا واضح، واضح أنك وضعتها في محفظتك طويلا وأنك استعملتها كوسادة، ولكن في المرة القادمة التي تغيبين عني سأقدم إليك وردة من البلاستيك. جلوريا لديها موهبة خاصة، لا أعرف كيف أفسر ذلك، ولكن منذ مدة طويلة بدأت برؤية أشياء. هي ترى أمورا غريبة. حسنا، لديها حساسية لبعض الأحداث، ماذا أسميها، فوق الطبيعة. خوكا، لا تقولي إنك تصدقين هذه الأمور. ترى رؤى غريبة وهي لا تعرف ماذا تفعل، لذا تشعر بتوتر شديد. يبدو هذا سيئا جدا. في البداية كنت قلقة جدا لأنني لم أكن أفهم كل ما يجري. لقد درست في الجامعة ولدي ذهنية متفتحة وعملية، والعلم لا يقبل هذا النوع من الاختبارات. وما رأيها؟ إنها ترفض تقبل الواقع، والمسكينة تتعذب ولا تعرف كيف تتصرف حياله. لقد حاولت أن أساعدها وأن أفهم وأشرح الأمر. لا أراك مقتنعة تماما. تصوري أنني أنا أيضا خائفة، رغم أنني قرأت الكثير من الكتب، حتى إن أستاذا في الجامعة وجهني قليلا، وهكذا تمكنت من تفهمها واستطعت أن أتعامل مع هذا الموضوع بهدوء وبصبر. خواك، هناك أناس مثلها لديهم القدرة على رؤية المستقبل. إيبون، نعم. احترسي من أن تكرري ما تسمعينه، هل فهمت ما أقوله لك؟ كوني مطمئنة سيدتي. ماما، بارتولومي كان هكذا. أجل طبعا، أذكر هذا. تعالي. لحظة سلمون، ماذا يحدث؟ كيف أصبت بمرض الإصرار؟ اسألني أولا إن كنت أريد، اسألني هيا، أنا أنتظر. إن ذلك غير ممكن، لأنك بحاجة إلى علاج خاص جدا كريستينا. فضلا عن أن انتظار الاتصال منك طوال اليوم يعطيني الحق في أن أختطفك. لا 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 لا، انتظر، اهدأ. لا يمكن لي أن أرافقك في هذه اللحظة، ربما لا تشعر بحاجة إلى الوقت لأنك لا تنهض باكرا. اسمع سلمون، لدي الكثير من الأعمال، انتظر وسأتصل بك. فعلت مرة ولم تتصل. اسمع، لا أعلم إن كنت سأحتمل إهمالك لي، والآن لا تتركيني وحدي، قدمي إلي ساعتين فقط من وقتك الثمين. موافقة؟ لست أدري. ما الذي لا تدرينه؟ هل أنا سيء لهذه الدرجة؟ أخبريني فقط ماذا أفعل لكي ترافقيني وأنا أطيع. سلمون، في الحقيقة ليس الكثير، سأرافقك لكن لدقائق فقط. هذا يكفيني ويزيد عني، لذا أنت الآن محبوبة. ماما، يجب أن تحاولي التذكر وبدقة. أنا متأكدة من أن بارتولومي كان يملك موهبة غير مألوفة.
هذا صحيح يا ابنتي، فقد كان يرى أمورا غريبة لكنها كانت عابرة كما أذكر. المعذرة، لقد حاولت أن أعطي لجلوريا تفسيرا منطقيا لألا تشعر بالخوف، لكنني لم أنجح لأنها لا تتمكن من السيطرة على ما تشعر به. ولكن هذه الرؤى لا تأتي كل لحظة، علينا أن نجد لها حلا وفورا. أجل، وأنا أقسم إنني كدت أجن عندما عرفت أن جلوريا مريضة، لأنك تعلمين أن هذا النوع من الأمراض يشبه انفصام الشخصية. لا لا، كل ما في الأمر أنها حساسة بشكل مفرط، وكما تقول أمي هناك أشخاص يولدون مع هذه الموهبة. جلوريا هي من آل ديل تورو. احذري بيرينيسي، إنها تحمل شهرتي وهذا الأمر وحده يكفيها. خواكا خواكا، اهدئي، تعلمين أن أمي ليست بخير. حتى لو حاولتما إخفاء الأمر فسيعرف يوما ما. ماما أرجوك، خواك الآن متوترة. لا بل أنا حزينة جدا، أنت لا تدركين مدى الرعب الذي يصيبها كلما حدث ذلك، وأنت تعرفين جيدا ما هو الرعب. طبعا أعلم عزيزتي، أنا قلقة جدا بسبب كل ما يحدث لجلوريا، إنها تخاف كثيرا وتتعذب ويتملكها الحزن. هذا رائع رينيه، يبدو أنك ستهرب وسوف تتركني وحدي في هذا المكان. لا لا أبدا، كيف تفكرين في هذا الأمر؟ أرجوك انتظري لحظة. أظن أنه من الأفضل أن نترك تلك السيدة وشأنها، فهي تحمل أزهارا إلى قبر زوجها ولا نريد أن نزعجها. بريتو، لا غير صحيح، لأنني أريد أن أسأل تلك السيدة من ترك لها 30 قطعة من الفضة هناك. ما رأيك لو أفشت لنا سرا؟ تعال أرجوك أرجوك توقفي بيتو. اطمئن، فالأشباح لا تظهر في هذه الساعة. اسمع بيتو، تبخرت كما يبدو، أليس من الأفضل أن نترك المقابلة معها لوقت آخر؟ ماذا تفعلين هنا؟ اسمعي ميكاييلا، أنا أشكرك من قلبي لمساعدتي، ثم إنه من المفيد جدا الاعتماد على اللمسة النسائية عندما نريد ترتيب المكان، صحيح؟ هكذا إذا. ثم أنك تعلم أنني أفعل ذلك بدافع المحبة وأكثر. إن أردت يمكنني أن أساعدك في ترتيب منزلك. لن أوفرك صديقيني، لكن أخبريني كيف يجري العمل بالتحقيق حتى الآن، وإلى ما توصلتم؟ هل تكلمتم مع ألتاغراسيا؟ ذهبت جلوريا هذا الصباح للتكلم مع ألتاغراسيا. كل شيء يسير على ما يرام. ممتاز، أرى أن كنا تتقدمنا باطراد في الأطروحة، لكن أظن أننا أنا وأنت ربما لا أعلم لاحقا يمكننا أن نجتمع في منزلي ونتحدث عن موضوع ألتاغراسيا وما قالته لجلوريا، ما رأيك؟ أنا موافقة ماركوس. Cónchale, señora, la verdad es que esa no es manera de tratar a la gente en un cementerio, ¿vale? De pana que no, señor Isabel, mira que yo soy de corazón débil. اسمعي، نحن هنا لأننا نريد أن نعلم إن كان بإمكانك الإجابة عن أسئلة محددة. أجل، مثلا إن كنت تعلمين من ترك لك كيس النقود، هل تعلمين من؟ أهو من القرية؟ إنها المرأة المجرمة، لقد وضعت النقود على كتاب الصلاة. أنا لم أرها لكن من المؤكد أنها هي. ومن هي المرأة المجرمة؟ قولي من هي؟ يجب أن لا تستمر في طرح هذه الأسئلة، لا تفعل ذلك إن أردتما أن تعيشا بسلام، لا تطرح أسئلة كهذه. أجل أجل، طبعا طبعا، هل فهمت بيتو؟ لا تطرحي أسئلة. ولما سيدتي؟ إنه مكان مميز، أتعلمين؟ فيه شيء يهدئني، وكلما أردت مواجهة مخاوفي أو اتخاذ قرارات مهمة أجيء إلى هنا، لهذا أحضرتك. يعني ذلك أن عليك اتخاذ قرار مهم اليوم وأنت خائف؟ لا
يعد لي من هذا النوع أبدا. كلنا يشعر بالخوف في لحظة ما. وأنا كذلك. أتعلمين؟ كدت أجن لعدم رؤيتك. لا أعرف ماذا يحدث لي، فمنذ يوم أمس لا أتمكن من التركيز، والآن أنت معي وأيضا بقربي. اسمع سالومون، أتعلم؟ كنت أريد أن أخبرك بأنني لم أتصل لأنني تمكنت أخيرا من التعرف إلى ألتاغراسيا والتكلم معها. وماذا إذا؟ اسمعي، الآن بالذات لا تهمني ألتاغراسيا. كل ما يهمني في هذه اللحظة هو أنت. اسمع بني، هذه الأسئلة خطيرة للغاية. دعكما من البحث عن مشاكل أنتما بغنى عنها واخرجا من المقبرة، لأنه توجد أشباح هنا وأطياف موتى تزعج الأحياء. بيتو، من الجيد أنك أحضرت الكاميرا، السيدة تخبرني أشياء مهمة. أعذرينا أرجوك سيدة إيزابيل، لكن هل يمكنك أن تكرري أمام الكاميرا ما قلته لصديقي الآن؟ رأيت كل شيء، رأيت ألتاغراسيا مع جسد الكاهن دون حياة بين ذراعيها. ماذا؟ ألتاغراسيا قتلت الكاهن سيباستيان؟ رأيت كل شيء. أيمكنك أن تخبرينا ما رأيت سيدة إيزابيل؟ لحظة، فسر لي شيئا سالومون، لأن أفكاري اليوم مشتتة. كيف أصبح أنا مميزة جدا ومهمة بالنسبة إليك إن كنت تعرفني منذ أيام قليلة فقط؟ حسنا، يجب أن تعلمي أنك بالنسبة إلي مهمة جدا. أهمك كريستينا؟ أجل طبعا، أنت رئيسي. ولكن هذا إن اتفقنا من ناحية النقود والأجرة. فقط رئيسك؟ اسمعي، أنت مهمة بالنسبة إلي لأنك مميزة. هل أنا مميز بالنسبة إليك؟ أجل، أنت مميز جدا. مميز إلى درجة أنك غير قادرة على خيانتي. أنا أخونك؟ مستحيل، لا. ولكن كيف؟ لست أدري، لكنني أرى من حولك غيمة غريبة وداكنة. هذا يعني أنها ستمطر. لا، لم أقصد ذلك. اسمعي، مثلا أنت متزوجة؟ لا لا يا رجل، ماذا تقول؟ أعلم، ولكن ما يحدث هو أنني أريد معرفتك أكثر. كيف سالومون، ما بك؟ ولماذا لا تخبرني بصراحة لما أحضرتني إلى هنا؟ ما الذي تريده؟ عما تريد أن تسألني؟